والكلمة إلى السيدة وزيرة العلاقات مع البرلمان والمكلفة لتقديم هذا المشروع باسم الحكومة، فتفضل مشكورة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سيد رئيس المجلس المحترم، السيدات والسادة أعضاء مجلس الأمة الأفاضل، إطارات الجيش، أسرة الإعلام، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يشرفني أن أعرض أمام مجلسكم الموقر ممثلة للحكومة نص القانون المتعلق بالاحتياط العسكري الذي يندرج في إطار مساعي الدولة الرامية إلى إعادة تنظيم الطاقة الدفاعية للأمة ودفاعها ودعمها، باعتبار أن الاحتياط العسكري مورد بشري هام بالنسبة للجيش الوطني الشعبي الذي منحه الدستور الجزائري مهمة دائمة تتمثل في المحافظة على الاستقلال الوطني والدفاع عن السيادة الوطنية، كما أنه يطلع بالدفاع عن وحدة البلاد وسلامتها الترابية وحماية مجالها البري والجوي والبحري، ويتولى أيضاً الدفاع عن المصالح الحيوية والاستراتيجية للبلاد، مما يوجب تحضير احتياط عسكري من شأنه المساهمة في مواجهة أي تهديد سواء كان خارجياً أو داخلياً أو أي طارئ أمني من شأنه المساس بأمن وسلامة التراب الوطنيين، خاصة في ظل الظروف الأمنية الإقليمية والعالمية الراهنة والتي تتسم وللأسف بالاستقرار. تجدر الإشارة إلى أن النصوص الحالية السارية المفعول والمؤطرة للاحتياط العسكري تعود جلها إلى سنة 1976، كما أنها جاءت موزعة على عدة نصوص قانونية لا سيما الأوامر رقم 76-110 ورقم 76-111 ورقم 76-112 المؤرخة في 9 ديسمبر 1976، والمتعلقة على التوالي بالواجبات العسكرية للمواطنين الجزائريين ومهام وتنظيم الاحتياط والقانون الأساسي لضباط الاحتياط، وهو ما يقتضي إعادة النظر فيها خاصة وأن بعض أحكامها أصبحت لا تستجيب للواقع العملي، وذلك عن طريق مراجعتها وتحيين أحكامها ضمن نص قانوني واحد يحكم وينظم الاحتياط العسكري بما يتماشى والأحكام التي جاء بها الدستور الجديد لسنة 2020 من جهة، والتكيف مع المنظومة القانونية الوطنية المسيرة للجيش الوطني الشعبي من جهة أخرى، لا سيما الأمر رقم 0602 المؤرخ في 28 فبراير سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين المعدل والمتمم، والقانون رقم 1406 المؤرخ في 9 أوت سنة 2014 والمتعلق بالخدمة الوطنية، والأمر رقم 76-106 المؤرخ في 9 ديسمبر 2009 والمتضمن قانون المعاشات العسكرية المعدل والمتمم. سيد الرئيس المحترم، سيدات والسادة أعضاء المجلس الأفاضل، يتضمن نص هذا القانون 68 مادة يمكن التطرق لمضمونها من خلال 5 محاور على النحو التالي. المحور الأول، ويتضمن تحديد لماهية الاحتياط عن طريق تعريفه بأنه الوضعية التي يبقى فيها العسكري الذي أعيد إلى الحياة المدنية بعد إنهاء الخدمة خاضعاً لالتزاماته العسكرية خارج مدة نشاط الخدمة للعسكريين العامين والمؤدين للخدمة بموجب عقد وكذا العسكري الخدمة الوطنية، كما يحدد مهمة الاحتياط في تدعيم صفوف الجيش الوطني الشعبي للتصدي للتهديدات الداخلية والخارجية
طبقا لما يوجبه الدستور والتشريع السري المفعول. ويحدد نص هذا القانون الفئات التي تندرج في الاحتياط العسكري ويحصرها في فئتين أساسيتين هما: أولا العسكريون العاملون والمتعاقدون من كل الرتب الذين تم إنهاء خدمتهم بصفة نهائية في صفوف الجيش الوطني الشعبي والعائدون إلى الحياة المدنية. ثانيا عسكريو الخدمة الوطنية من كل رتب الذين أدوا التزاماتهم اتجاه الخدمة الوطنية وتم إنهاء خدمتهم بصفة نهائية والعائدون هم كذلك إلى الحياة المدنية. ويستثنى من ذلك العسكريون من الفئتين السالفتي الذكر الذين تم إنهاء خدمتهم بصفة نهائية في صفوف الجيش الشعبي الوطني للسببين التاليين: أولاً بسبب طبي بالنسبة للمعترف بعجزهم النهائي عن أداء الخدمة في صفوف الجيش الوطني ضمن الشروط المحددة في التنظيم المعمول به والذي يحكم التأهيل الطبي للخدمة في الجيش الوطني الشعبي. ثانياً الذين كانوا محل شطب من صفوف الجيش الشعبي الوطني حسب الحالات المنصوص عليها في القانون الأساسي للمستخدمين العسكريين. وينص على أن يحتفظ العسكري المدرج في الاحتياط بالرتب والأوسمة المحازة عند إنهاء خدمته بصفة نهائية. المحور الثاني ويخص مدة الاحتياط وحدود السن المتعلقة به وكذا أصنافه. وفي هذا المجال تحدد مدة الاحتياط للعسكريين المنحدرين من الخدمة الوطنية ب25 سنة ابتداء من تاريخ إنهاء الخدمة بصفة نهائية، وهي نفس المدة المقررة حالياً ضمن التشريع السري المفعول. أما بالنسبة للعسكريين العاملين والمتعاقدين فتكون ابتداء من تاريخ إنهاء الخدمة بصفة نهائية في صفوف الجيش الوطني الشعبي، وذلك حسب السن والرتبة في السلم العسكري العام، دون أن تتجاوز أكيد هذه المدة 25 سنة، على أن يحدد بالنسبة للضباط العمداء ب70 سنة، والضباط السامون ب65 سنة، والضباط المرؤوسون ب50 سنة، وضباط الصف العاملون ب60 سنة، وضباط الصف ورجال الصف المتعاقدون ب50 سنة. وفي الصدد تجدر الإشارة إلى أن هذا التحديد من شأن أن يضمن الاحتفاظ بهذه الفئات في الاحتياط لمدة أطول، ويتوزع الاحتياط على 3 فترات على النحو التالي: الاحتياط الجاهز وهو الذي يحدد بمدة 5 سنوات التي تلي إنهاء الخدمة، الاحتياط الأول والذي يحدد بمدة 10 سنوات التي تلي مدة الاحتياط الجاهز، الاحتياط الثاني والذي يحدد بمدة 10 سنوات والتي تلي مدة الاحتياط الأول. بالنسبة للمحور الثالث، وينظم نص هذا القانون القواعد التي تحكم الاحتياط والمتعلقة بإعادة الاستدعاء والإبقاء في الخدمة والعصيان والإعفاء المؤقت. وفي هذا المجال ينص على إعادة الاستدعاء تكون بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح من وزير الدفاع الوطني، ويكون في الحالات التالية: أولاً التكوين والاعتناء بالاحتياط وذلك في زمن السلم ولمدة لا تتجاوز 30 يوماً في السنة. ثانياً التعبئة، تحدد مدة الاحتياط بموجب مرسوم إعادة الاستدعاء، ويمكن أن تكون إعادة الاستدعاء جزئياً باستدعاء جزء من عسكري الاحتياط فقط من أجل مواجهة تهديد ذو خطورة محدودة الزمان والمكان، أو عاماً باستدعاء كل عسكري الاحتياط، وهذا من أجل مواجهة تهديد يمكن أن يؤثر على السلامة الترابية والسيادية الوطنية، ويتم بموجب استدعاء فردي يسلم للمعني شخصياً
أو باستدعاء جماعي من خلال مختلف وسائل الاتصال، وذلك تحت طائلة المتابعات الجزائية بتهمة العصيان. وينص على أن يوضع عسكري الاحتياط المعاد استدعاؤهم لدى مستخدميهم العموميين أو الخواص في وضعية القيام بالخدمة بالنسبة للعاملين، وذلك ضماناً لمراكزهم المكتسبة قبل إعادة الاستدعاء. ويحدد نص هذا القانون الحالات التي يمكن فيها إعفاء عسكري الاحتياط من إعادة استدعائهم مؤقتاً، على أن تتولى النظر فيه لجنة جهوية للإعفاء المؤقت التي يحدد تنظيمها وكيفية سيرها عن طريق التنظيم، باستثناء أولئك المصابين بأمراض والتي تعرض على اللجنة الجهوية للخبرة الطبية. بالنسبة للمحور الرابع، ويتضمن حقوق وواجبات عسكري الاحتياط، بحيث يستفيد عسكري الاحتياط في وضعية القيام بالخدمة من كل الحقوق، ويخضعون لكل الالتزامات المحددة بموجب القوانين والنظم المعمول بها في الجيش الوطني الشعبي. وفي هذا المجال يتمتع بجملة من الحقوق المتعلقة لا سيما بالاحتفاظ بمنصب العمل، بحيث لا تعلق علاقة العمل عند إعادة الاستدعاء، وذلك مهما كان نظامها القانوني. تثبيت فترات إعادة الاستدعاء وإدراجها ضمن احتساب التقاعد وحساب الأقدمية والحق في الحماية والخدمات الاجتماعية. الأجر والمنح والتعويضات. ويستمر عسكري الاحتياط خلال التكوين والاعتناء بالاحتياط من أجل تمرين التعبئة أو لأجل تجديد المعارف، سواء كان تابعاً لهيئة عمومية أو خاصة، في تقاضي أجره من طرف مستخدميه. بينما يستفيد عسكري الاحتياط بدون عمل أو العامل لحسابه الخاص من تعويض يكون على عاتق ميزانية الدولة، على أن يستفيد عسكري الاحتياط أيضاً من منحة يومية تكون على عاتق ميزانية الدولة. أما عسكري الاحتياط المعاد استدعاؤهم بعنوان التعبئة، فيتقاضى راتباً موافقاً لرتبته، يكون على عاتق ميزانية الدولة. تعويض مصاريف النقل والإقامة والإطعام، ويتم بمناسبة إعادة الاستدعاء وعند التسريح، ومن مجانية النقل خلال فترة إعادة الاستدعاء. الترقية والتسمية والأوسمة والقيادة. يسمى عسكري الاحتياط المعاد استدعاؤهم في آخر رتبة من سلم الرتب العسكري المحاز عند انتهاء الخدمة، غير أنه وبالنسبة لعسكري الاحتياط الذي يحوز رتبة مرشح عند نهاية الخدمة الوطنية بصفة نهائية يعين في رتبة ملازم، على أن يتم الترقية طبقاً للأمر 06-02 المؤرخ في 28 فبراير سنة 2006، والمتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين المعدل والمتمم. ومن جهة أخرى، يحدد الواجبات التي يلتزم بها عسكري الاحتياط والمتعلقة لا سيما بالالتزام بواجب الاحتراس والتحفظ، وذلك تحت طائلة العقوبات المقررة لا سيما ما تتعلق منها بسحب وسام الشرف ورفع شكوى لدى الجهات القضائية المختصة، وكذلك التنزيل في الرتب. المحور الخامس والأخير يتعلق بكيفيات إنهاء الخدمة بصفة نهائية من الاحتياط والشطب منه. وفي هذا المجال ينص هذا القانون على أن يكون إنهاء الخدمة بصفة نهائية في احتياط تلقائياً بالنسبة لعسكري الاحتياط الذي أنهى المدة القانونية للاحتياط أو المستوفي حد السن في الاحتياط ضمن الحدود السالفة الذكر. وكذا بالنسبة للمعترف بعجزهم النهائي عن أداء الخدمة في الجيش أو المتوفي،
كما يحدد نص هذا القانون الحالات التي يصدر فيها الشطب من الاحتياط مع فقدان رتبة لعسكري الاحتياط، وذلك بقرار من الوزير المكلف بالدفاع الوطني. سيد الرئيس المحترم، السيدات والسادة أعضاء المجلس الموقر، ذلك هو مضمون نص هذا القانون والذي ترخى منه إضافة لبنة جديدة إلى المنظومة التشريعية التي تنظم الجيش الوطني الشعبي بما يضمن السير الأمثل لمختلف وحداته وتأديته لمهامه الدستورية. أشكركم على كرم الإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.